وفاة الصحفي بالتلفزيون الجزائري كريم بوسالم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقل إلى رحمة الله تعالى ظهر اليوم الأحد الصحفي والإعلامي بالتلفزيون الجزائري العمومي كريم بوسالم عن عمر يناهز 49 عام بعد تدهور وضعه الصحي. وحسبما صرح شقيقه للنهار أونلاين، فقد توفي الصحفي كريم بوسالم اليوم الأحد عن عمر ناهز 49 سنة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث كان الراحل يركض بمستشفى تيزي ووزو. يشار إلى أن كريم بوسالم هو إعلامي جزائري متزوج من فريدة بالقاسم، ولد في 6 أكتوبر عام 1972. إن لله وإنا إليه راجعون، ربنا يرحمه، ادعوا له في التعليقات بالرحمة والمغفرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.